خلينا لو رجعنا للتنمية، خلينا نقول من غير ما نتكلم كلام انشا والناس حافظاه، اصل الطريق اصل يا فندم، لو ما اتعملش ده والله انا بشوف بعض البلاد العربية من زمايلنا اللي بيجوا، انتوا عملتوا الكلام ده ازاي؟ احنا بنحسدكم على، خلي بالك اللي بكلمه عليه دي بلاد عندها من الموارد المالية، ما عندهم فائض في الميزانية اضعاف اضعاف اللي صحيح. عندنا، ولكن احنا بتصميم ارادتنا بتصميم امنا وتصميم القيادة ان هي تغير وجه مصر. حضرتك كام احنا في مشكلة عندنا، احنا مش بنسلط الضوء على الحاجات المضيئة، وده عيب فينا، لابد ان احنا نسلط الضوء على حاجات مضيئة. انا لو عديت لك، انا واحد من الشعب والحمد لله رب العالمين، انما لما يبقى فيه تأمين الطب الشامل اللي هيعالج الغلابة فين يا فندم؟ في احسن المستشفيات، البرندات العالمية اللي تشايفاها، المستشفيات الكبيرة، عشان ما نقولش ان احنا بندي اعلان، هيبقى فيها المواطن البسيط هيتعالج فيها على حساب التأمين الطب الشامل. ده مشروع قومي كنا بنحلم بيه كلنا، ان الفقير يتعالج. ادي واحد. اتنين، القضاء على فيروس سي اللي هي صحة المواطن اللي كان بينهش في 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 المواطن الغلبان البسيط هو اللي كان جاي له فيروس سي، فلما مصر تقضى عليه نهائيا على مستوى العالم، الناس النهارده بتيجي تتعلم مننا. لما نيجي نتكلم كمان على الغاز اللي ربنا كرمنا بالغاز والبترول، ويبقى فيه اكتفاء ذاتي من الغاز، وكنا بنصدر في فترة معينة، لما نيجي نتكلم على الرقعة الزراعية، النهاردة انت عملت 2 في اليوم فدان وماشى في 4 مليون فدان، كل ده تحديات موجودة. التنمية على كل الأصعدة، مش عايزين نعدد، لو عددنا حاجات كتير، بس في حاجات تهم الراجل المواطن البسيط. اختم بيها اللي هو العشوائيات. احنا شفنا العشوائيات وكنا بنزعل لما في حد من بره يكلمنا على ده، الناس بتصور الناس اللي في القبور، الناس بتصور الناس في وكنا بنتضايق. النهارده قاعدين في اماكن، انت غيرتي حياه مواطن من اماكن فيها كل الموبقات الى اماكن راقيه فيها ملاعب، فيها جيل بينشا سليم. عشان كده احنا كان لازم نكمل مع فخامه الرئيس ونقول له كمل المسيره واحنا معاك على قناعه مش على كلام انشا، بنقول له احنا معاك وهنستحمل. المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه كان المواطن الالماني بياخد 3 كيلو فحم في الشهر علشان يتدفى ويعمل بيطهو بيه. كلام ده الامم ما بتتقدمش بسهوله، في عرق قبل كده اتعمل. النهارده المانيا كلنا بنبص ليها كدوله متقدمه، لو احنا ما عملناش الكلام ده وبصينا لبكره عمر مصر ما هتقدم. بناء تعبانين دلوقتي بس في امل، وبدون الامل الحياه تنتهي. طب انا بقرا بين السطور وكان كلام حضرتك هو رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي، رساله رد جميل او عرفان او امتنان للاجازات السابقه، لكن رساله عمال مصر او رساله حضرتك باعتبارك رئيس الاتحاد للناس بقى العاديه النهارده، اللي قد يكون بعضهم بيقول انا مش هنزل اشارك، الرئيس كسبان كسبان، انزل ليه؟ النوع ده من الفكر توجه له رساله تقول له ايه؟ عشان كده مؤتمراتنا عاملينها بنقول للناس خلي اليوم ده عرس، خد طفلك اعتبره يوم، وفي اجازه في الايام دي اعتبر اليوم ده يوم عيد، خد طفلك وعلمه زي ما انت عايز ان في جيل ينشا بشكل فاهم يعني ايه ديمقراطيه سياسه وياخد حقه. والرئيس قال كده، قال قدامكم السنه دي انزلوا، لو مش عايزني قدامك صندوق، ما تلومش نفسك بقى لو انت جاي بتقول لا، بس احنا بنقول احنا اخترنا، ومش انا، مش انا كمحمد جبران، لا احنا اخترنا كاتحاد عمال مصر ونقاباته العماليه اللي هي تابعة للاتحاد، اخترنا ان احنا وبالك نبقى ورا فخامه الرئيس على قناعه، ومتاكدين ان احنا ان شاء الله بكره احسن، ومتاكدين ان احنا الشعب المصري شعب واعي. من هنا بنقول لهم لو انتوا هتعتمد ان الرئيس ناجح والفترة اللي فاتت يمكن، ودي يمكن ناس كتير قناعة عندهم بالشكل ده، بس عايزين نبعت رسالة للعالم الخارجي في وسط الأزمة وفي وسط اللي بيحصل ده كله، احنا واحد واحنا واحد، علشان احنا في حاجة واحدة وعايز اختم بيها لقائي، قد ايه احنا كان همتنا مرفوعة، وقد ايه حسينا بالكبرياء بتاعنا في القرارات اللي اتخذت لغزة، حسينا ان فعلا القيادة السياسية بتدور على الكرامة المصرية. احنا لو كنا عملنا زي ناس تانية وخدنا صفقة القرن وشلنا الديون اللي علينا وخدنا اتفتحت خزائن الارض لينا، انما عايز اقول دايما الانسان بيهتم بكرامته وعزوته اهم من الفلوس. ياما بلاد معاها فلوس
اكتر من مصر كتير جدا، انما مصر عندها الكرامة وعندها العزة، واحنا فخورين بنفسنا، احنا المصريين والله فخورين بنفسنا. وانا سعيدة دايما بكلام حضرتك الجميل دوت، ونورتنا على شاشة المحور. ربنا يخليك، وكن ان شاء الله نشوفكم قريب تاني. اكيد. شكرا جزيلا. مرسي.